مستوى اللاعبات اللي شاركن في هذه البطولة في التصنيف من 100 إلى 120 130 في العالم، وهذا أعتقد مستوى جيد جدا. وشفنا لاحظنا أن فرق بسيط جدا في مستوى اللعب بين هذه المصنفات 100 110 والعشرين الأوائل في العالم، فرق بسيط جدا. البطولة بكل مقاييسها رائعة في التنظيم، وبزمن اللي صار بالتحضير زمن قليل تعتبر جدا رائعة في النجاح، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. استغرقت البطولة حوالي أسبوع من تصفيات وجدول رئيسي، واليوم إن شاء الله كان اليوم الختامي. الفاينل أخذت اللاعبة الدنماركية بالفوز على اللاعبة السويسرية من مجموعتين مقابل مجموعة واحدة.